أهلا وسهلا ومرحبا بكم كامل يا الغاليين عليا، معي أنا مريم من قناتكم بونيدي في حلقة جديدة من سلسلتنا ريحة رمضان. اليوم إن شاء الله هذه الحلقة راهي مهداة لعبد المؤمن وأخوه محمد لامين، بلا ما ننسى ماماهم ليلى المتتبعة الوفية لقناتي. نسلم عليكم كامل واحد بواحد ونبعث لكم بوسات كبار، إن شاء الله يلحقوكم وتكونوا تسمعوا فيا ويلقاوكم بخير وعلى خير. يلا بينا إن شاء الله نبدأ الحلقة تاعنا باللغز تاعنا اليوم. السؤال تاعنا تاعنا اليوم يقول: ما هي الأسماء التي سمي بها القرآن الكريم؟ الجواب إن شاء الله نسمعه بعد القصة تاعنا اليوم. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في هذاك الوقت وهذاك الزمان، كان واحد الأب حاب يعطي درس في الحياة لوليده. خدا كيس معمر بالمسامر وعطاه لوليده الصغير. قالوا يا وليدي، في كل مرة تجرح بالكلام إنسان، ولا تظلم إنسان، ولا تدير أي حاجة الإنسان تقدر تضره بيها، أحكم مسمار من هاد المسامير وروح للحديقة وتضربه في الحيط اللي راك تشوف فيه. هذاك الطفل استعجب من الأمر اللي عطاهولو الأب ديالو، لكن طاع الأوامر، وكان في كل مرة يظلم إنسان ولا يقوله كلام ماشي مليح ولا يسبه ولا يعايره، ياخد مسمار ويضربه في الحيط تاع الحديقة. بدا هذاك الطفل يكبر، ومع مرور الوقت بدا ينقص عدد المسامير اللي يضربهم في الحيط، حتى الحق اليوم وين ما ضرب حتى مسمار. راح للأب ديالو فخور وقال له: يا بابا، الحمد لله اللي ربيتني نعمة التربية، اليوم راني ما ضربت حتى مسمار في الحيط، دليل على أني ما ظلمت واحد، ما سبيت واحد، وما عايرت واحد. الأب ديالو قال له: بارك الله فيك يا وليدي، نعمة التربية، هكذا نحبك تكون. قال له: بصح ما زال الشطر التاني من القصة. قال له: وشنو هي يا بابا؟ قال له: نحبك تروح عند كامل هاد الناس اللي على جالهم ضربت مسمار في الحيط، وتطلب السماح منهم واحد بواحد، وكل ما يسامحك واحد فيهم ترجع للحيط وتقلع المسمار اللي ضربته على جاله. الابن قال لباباه: سمعا وطاعة يا بابا. وكما كان الحال، الشاب كل ما كان يتلاقى مع إنسان ظلمه في حياته أو قال له حاجة وجعاته يطلب منه السماح، ويرجع العشية وينحي المسمار اللي ضربه على جاله. قعد هذاك الشاب أيام وأيام، شهور وشهور، وهو على هذاك الحال، داير لروحه هدف في الحياة أنه يقلع كل المسامير اللي ضربها في الحيط. جاء اليوم السعيد اللي لقى فيه الشاب روحه نحى كامل المسامير من الحيط تاع الحديقة تاعهم، وراح يجري عند الأب ديالو وقال له: يا بابا، أرواح معايا للحديقة نوريلك حاجة. الأب ناض ورافق وليده للحديقة، قال له: يا بابا، ما راك تشوف والو، ما انتبهت لحتى حاجة. قالوا: يا وليدي لا، قول لي وش كاين. قالوا: يا بابا، شوف للحيط تاع المسامير، ما قعد منهم ولا مسمار، راني سمعت كلامك وعاودت لقيت كامل الناس اللي أذيتهم في حياتي وطلبت منهم السماح ورضاوا عليا وسامحوني، وكنت كل مرة نرجع للحيط ونحي المسمار ديالهم،
فإذا به اليوم لقيت روحي نحيت كامل المسامير. الأب هنأ الابن ديالو على هاد العمل الجبار وقال له: يا وليدي عندي ما ربيت، نعمة التربية، ربي يخليك ليا ويجازيك كل خير لأنك طايع والديك وما خليتش الناس تقعد في همها ساخطة عليك. قال له: بالصح يا وليدي، درك يجيك انت يا الدور، ما راك منتبه لحتى حاجة. قال له: زيد شوف مليح في هاد الحيط وقل لي وش راك تشوف. قال له: يا بابا ما راني نشوف والو، المسامير كلها نحيتها، على واش راك تتكلم؟ قالوا: يا وليدي، الدرس اللي حبيت نمدهولك من اللي كنت طفل صغير هو انك تتعلم ما تجرح حتى واحد وما تظلم حتى واحد، لانه الحيط هذا اللي راك تشوف فيه صح ما بقى فيه حتى مسمار، لكن كل مسمار نحيته خلى ثقب في الحيط. اندهش الابن وبدأ يفهم المقصود تاع باباه. قال له: حتى وإن رحت وطلبت السماح من هاد الناس اللي آذيتهم وسمحوا لك، صح المسمار تنحى، لكن الأثر ديالو قاعد في الحيط إلى الأبد. نفس الشي بالنسبة لقلوب الناس، إذا كان فت آذيت واحد بالكلام وجرحته، حتى إذا طلبت منه سماح وسامحك، لكن في قلبه راح دايما يقعد الأثر تاع الجرح اللي سببته له. وعلى هذا يا وليدي نطلب منك طلب أخير، أنك عمرك ما تظلم ولا تسب ولا تعاير أي إنسان. فهم الابن الدرس مليح مليح، سلم على راس باباه ووعده أنه يكون إنسان صالح وما يآديش الناس. الله الله على قصتنا تاع نهار اليوم، والله الله على تربية الآباء تاع زمان، كل واحد كان يمد قصة، والله الله على التربية تاع ناس زمان لما يحبوا يربوا ولادهم كانوا يعطولهم دروس في الحياة تقعد راسخة إلى الأبد في الأذهان ديالهم. نتمنى إن شاء الله أن القصة تاع نهار اليوم تكون عجبتكم وفهمتوا العبرة منها، أننا نتجنبوا نتجرحوا الناس ونقيسوهم بالكلام، لأن الكلام يتنسى لكن الجرح يقعد دائما وإلى الأبد. هذه هي حكايتنا تاع نهار اليوم يا حبيبات قلبي، نتمنى أنها تكون عجبتكم، استمتعتوا بها واستفدتوا منها إن شاء الله. درك يا البنات جوزوا معايا نسمعوا الإجابة على اللغز تاع نهار اليوم. السؤال تاعنا تاع نهار اليوم كان يقول: ما هي الأسماء التي سمي بها القرآن الكريم؟ والجواب هو: الذكر، الكتاب، والفرقان. ودرك يا الزينات أعقدوا أنويو وتفضلوا معايا نسمعوا بقالة اليوم. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعليك انتي اللي راكي تسمعي فيا هاد البقالة نويت. اليوم استنيتو هادي سنين وسنين، خرجت من دار والدية بالدمعة في العين، يومين تدعيلي بالعز ويكون ظهري زين، يرزقني ربي توام نسمي الذكر محمد والطفلة ياسمين. وبهاد البقالة الزينة نختموا القعدة تاعنا تاع نهار اليوم اللي نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا بها. احنا نتلاقاو غدوة في آخر حلقة تاع سلسلة ريحة رمضان اللي راح تكون متميزة جدا، كونوا كامل حاضرين ما تفوتوش الموعد تاعنا. يلا هنقولكم دوكا صحة صحوركم وتصبحوا بخير إن شاء الله.